الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير حلم شراء الخروف في المنام للإمام العلامة ابن سيرين طيب الله ثراه. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. تعتبر رؤية شراء الخروف في المنام تدل عن النجاح بشكل عام، فإذا كان صاحب الحلم مريضا دلت الرؤية على الشفاء العاجل إن شاء الله، وإن كان الرأي يعاني من مشكلة ما في الواقع فشراء الخروف دليل على حل تلك المشكلة ومرورها بسلام. شراء المرأة المتزوجة الخروف في المنام ثم القيام بذبحه دليل على زوال الهموم والمشاكل. شراء الخروف في منام الرجل الصالح دليل على الخروج من مصيبة بستر من الله. رؤية المرأة المتزوجة في منامها أنها تشتري خروف دليل على أنها هي من تنفق على أسرتها. تدل رؤية بيع الخروف في المنام على زوال الهموم وفك الكرب. إذا رأى المريض في منامه أنه يبيع خروف فتلك دليل على الشفاء العاجل إن شاء الله. ورؤية المديون أنه يبيع الخروف في المنام دليل على سداد الديون، هذا والله أعلى وأعلم. شراء الخروف ثم بيعه في المنام دليل على الشخصية القوية التي يتمتع بها صاحب الحلم، وكذلك دليل على تحقيق أرباح كبيرة في التجارة. إذا رأى النائم في منامه أنه يمتلك صوف الخروف فتدل الرؤية محمودة، حيث تدل الرؤية على الحصول على الكثير من الأموال. الحصول على صوف الخروف في المنام دليل على الحصول على ميراث، كما تدل الرؤية على تحقيق الأحلام والأمنيات بطريقة سهلة، والله أعلى وأعلم. شراء صوف الخروف في المنام دليل على الثقة بالنفس ومساعدة المحتاجين. صوف الخروف الناعم في المنام دليل على الهدوء والاستقرار، والصوف الخشن دليل على حفظ القرآن الكريم. إذا رأى النائم في منامه أن هناك خروف يطارده فتلك دليل على وجود عدو له في الحياة بصفة عامة، حيث تعتبر الرؤية عن رغبة هذا العدو في إلحاق الأذى بالرأي، لذا يجب عليه الحذر. ملاحقة الكبش في المنام أيضا دليل على محاولة إزاء الرأي من قبل بعض الأشخاص، والله أعلى وأعلم. أيها الأحبة الكرام، لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا بقراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.